نايس. ايش اللي يضحك؟ الحلقة رهيبة حتكون دعيم. انا متحمس. انت متحمس؟ لا! صوتي خايف! صار يتغير صوتي! السلام عليكم، كيف حالكم؟ ايش اخباركم؟ زمان عنكم. باي. فين عبد الله؟ انت سلم. انا رايح. عبد الله فين؟ خلينا نبدا الحلقه. لا ما حنبدا. ايش؟ ما حنبدا. ما في انت. على كيفك انت؟ ما قاعدين. على كيفك؟ اقول لك قاعدين احنا. اولا حابين نشكركم انه وصلتونا 500,000 سبسكرايبر في اليوتيوب. يا الله. نص مليون. يا الله يا عبد الله. ما شاء الله نص مليون. عندي فكره، نسوي جزيره. ايوه. وكلنا نعيش هناك. عرايك ايش حالك؟ انا سيره ملابس. انه الله يسعد كل اللي دعمنا، اللي وصلنا 500,000، وان شاء الله نكمل لمليون وانتم معانا. والله خلينا لهم يعني. انا ما شفتك شكرتهم. انت بس كملت لي هذه يا عبد الله. ايش بك؟ الله يسعدكم. واحد واحد وصلتونا 100,000 واكلنا حشرات. 200,000 و300,000 سلكنا. كلكم طلبتوا مننا نسويها. وايش هي يا عبد الله؟ لا بعيد الحشرات عبد الله. بعيد الحشرات. حنقص شعر بعض. جاهز؟ مو جاهز. يلا عبد الله. عبد العزيز. زي ما انتم شايفين حولنا ام السد اللي محل حلاقه، ونسينا نقول لكم الخسران حيعطي الفايز. يا عمي خلاص كل شويه سناب شات فايز. ماني بالحركات هذه اللي تغيير الروتين. الخسران يودي الفايز محل العاب. بيبي؟ ايوه بزره. ايوه ايوه. اوغي؟ ايوه. بمناسبه انه عشان الفيلم ستار وورز نزل جديد فحبيت ابغاك تظبطني بالعاب حلوه. طيب عبد الله خلاص يصير نلبس ماسكس وكذا ونروح الفيلم. يلا قدام. يلا بسم الله. ترى احنا شغل محترم يا ناس. والان مشاعر ايده مقصوص. فعبد الله انا ابغاك تبدا. طيب؟ طيب حكتب اسم البرنامج. وانت تكتب؟ ايش تكتب؟ كيس البخاري. بس ايش ابو حقي يعني؟ كانه ستيانه حقتي. عندي دحين صوره في الجوال ابغى ديز دي القصه. تبغى نفس هذه القصه؟ ايوه. انت فاكر؟ ايش هذه يا عبد الله؟ رائعه. لا تستهبل. الحلاق ما يسال، يكمل. ما بدك خوخه ولا شيء. ابغاك تكتب اس ار يعني سعودي ريبورترز، وحط خطين يعني تعرف عشان زي رونالدينيو. هو في رونالدينيو. هو دائما خفف حط خطين بس. يلا بسم الله. عبد الله هدي. عبد الله احنا اصحاب. دحين ايش كنا بنسوي؟ تكتب اسار؟ ايوه اوكي. هيا حلاق عند زهايمر. دحين يحسب انه ابغى احلق اقرع. دحين مرحلة تبليل الشعر. ايوه والله هذه المهنة رهيبة. وش الاناناس؟ ايش هذا؟ صبار. اصبر. والان ايوه نبدا بالمويه. طيب شويه هدي هدي يا بابا. طيب. هدي يا بابا. هدي انت كيف تسوي لي كل المويه مره بارده. اوه خلاص عبد الله. زي ما انتم شايفين دحين نشف شعره. نشف شعري. كيف انشفه؟ بالهير دراير. زي ما قلت انت ايش تبغى يا ابني؟ اناناس. ما بدك بتطيح شيء. دحين قاعدين نفرق الشعر عشان نحاول نقص اللي ما نحتاجه، فاهمين؟ طيب هذه نحتاجها. انت ما تقول لي. انت ما تقول لي ايش اسوي ها؟ بس عبد الله بعدين احتاج تب ها؟ على حسب الشغل. خلصنا تبليل وتفصيل الشعر، دحين وقت الماكينة الحلاقة يا اخوان، وهذا معناته. لا ايش بك؟ زي ما انتم شايفين يا اخوان دحين عبد الله على ما اعتقد قاعد يحدد. اقطع احسن. لا انا فنان في الرسم فاقول انه يعني مو شرط لما تكون فنان في الرسم تكون فنان في الشعر. انا خلصت الاس. ما حد قد خلصت؟ ايوه الاس. الاس قد كذا ولا؟ بس خليني اوسعها شويه. ايوه. طيب شكرا يا ريبورترز على اللي بتسووا لنا. هو طب عبد العزيز مو لازم تسيب شويه عشان تسوي؟ خلصت الاس؟ ايوه. دحين حرسم الار. اوف دم عبد الله. والله ترى ايش بك انت؟ ايش؟ ايش؟ والله هذا سوء تفاهم بين الزبون ولا حلاق عادي يصير دائما. هذا قليل ولا معناته كثير؟ هذا يخليك اقرع، هذا يخليك طويل. طيب اوكي اوكي يلا. والمفروض انت تعرف شغلك صح؟ لا يا ابله لا.
هذا اللي أنا اللي أعرف. أنا اللي أعرف طيب. يسأل الزبون. دل بحين إيش حتكتب في النهاية؟ SR. خلاص بحين كل ما واحد يقول إيش اسم برنامجك؟ لا جهة تانية. اقرب حبيبي. جهة تانية. الزبون غير رأيه. مو غير غصبا عني. قال يبغى وجه مبتسم هنا عابي فيس. شوفك مرة مبسوط. إيش؟ شايفك مرة مبسوط. مبسوط؟ حيكون في ابتسامتين ورا وقدام. أنا ما أعرف أسوي دائرة فحسوي مربع. لا لا يا عمي ما تحتاج تسوي الوجه. بس عينين وابتسامة. أسوي مربع. لا لا أرسم موناليزا. أرسم موناليزا. في كريم واكسينج جنبك عشان إذا تبي تثبت اللي فوق فين؟ أصبر. إيش الإبداع ده؟ إيش الإبداع ده يا عم؟ آه! إيش؟ دم؟ إيش دم؟ في دم؟ شوف اذني كيف طالع. كيف؟ صاير زي القرد. ايش؟ لا جاتني فكرة. وكذا الواحد يجي له فكرة؟ بس بس بس. بخرت انا يا شيخ. ترى عشان انت شلت الشعر يا عبد الله كانك قاعد تضرب راسي. اصبر. اصبر انا اضرب راسك. والله ترى صدعت. ايش؟ ايش؟ انت بتجرحني. والله ما كنت عارف. لا والله ترى ابداع اشوف موديل في اتش ان ام. لا يا شيخ موديل في اتش ان ام. جو فور عبد العزيز. والله انا ما اعرف ايش قاعد يسوي لي. اسكت يا عبد العزيز. حلاقنا فاندي فاندي حلاقنا فاندي فاندي حلاقنا زي الجني. ايه كان قصدي عبد العزيز بيجي افضل لقطه. ايش هي اللقطه؟ البودره. اه البودره. ايه نزل راسك شوي. جسمي اهتز. ايش ما بتضحك؟ اصبر اصبر. اصبر. الحين حسوي عكسه عشان يتحول زي الاناناس. عندي. اصبر. طبعا حاسس انت كذا. هذه حبرتها. والله من جد ولا؟ لا تريق معاك. لا تريق. نعيد ونكرر، احنا نسوي دي الاشياء عشان انتم ما تسووها. اي والله، الحين صار زي الاكسو يا عم، نلعب اكسو؟ ايه والله ابداع. خلصنا الحين كل القص، خلصنا التبليل، وخلصنا كل شيء، الحين وقت التسريح. فالان الحين نسوي تشك تشك كذا حركات، حنصبغ ده ابيض بالبودره. ايش بودر؟ ها؟ الحين حتشوفوا من فوق ابيض ومن تحت شباب. فعبد العزيز ما بين العجوز والشباب. عبد الله جاهز تشوف نفسك؟ ايه. عبد الله طلب انه يقص شعره على شكل اناناس والنتيجه هي ايه. سويت سويت. والان حتشوفوا عبد العزيز الجديد ترى. ايش هذا؟ قرات؟ قرات صرت اقرا؟ لو صورت هذا القطعة كان تحسب واحد راح عمره. والفايز هو حلاقة عبد الله احسن. شكرا! عبد العزيز اهلا. زيزو ايوه وين رايحين؟ حروح اشتري العاب ستار وورز لعبد الله. يس بس ممكن تقول لنا فين الاماكن عشان حنضيع يعني. افا درستها مدركها سويت ريسيرش. قول لهم جبت لك اربعه نقي اللي تبغاه. تويز ار اس مقفل هاملز ما شاء الله ضيعنا في سنتر بوينت وفي ذا توي ستور في الرياض جاليري ما شاء الله مدرك امه عبد الله. لو في الدروس ما كنت سويت كذا. نروح احسن. الله يعينك عبد العزيز. ما ننسى شباكه. الله يستر. حاشر على الشخصيه كل ما حتعرف اسم واحد حاشتري لك هو. طيب حتفلس ما في مشكله ما حتعرف احد. يلا يلا. ايش اسم ده؟ ستورم تروبر. الله عليك. هذا دارث فيدر. الله عليك. هذا شباكه. لا انت. صراحه انا اقول هذه احلى العاب عبد الله. ايش تقول انت؟ افضل اثنين دول. بس كم عبد الله؟ لا تفلسني يا اخي. انت قلت ايش؟ هذا التحدي مالي صلاح. سلام يلا. والله هذا ما صدق. البلاش كثر منه.
ما هقيت إن البرايا يفتلني. هنسوي أمبوكسنج ألعاب ستار وورز. فعبد الله الحين أنت إيش تبي تسوي ريفيو لأي واحدة عبد الله؟ هذا أول واحد. ما شاء الله مدقيها من زمان. طيب يلا يلا. بس أنا ما شفت الشخصية، مين هو؟ فين؟ هذا فين؟ أنت متأكد ده ستار وورز؟ أي والله العظيم. ايش بتسوي؟ انبوكسنج ريفيو. ريفيو عند اهلك. هيا هيا يلا يلا قوم قوم. ان شاء الله ان شاء الله. وان شاء الله عجبتكم الحلقة، لا تنسوا تعطونا يا بويا يا بويا. ها عبد الله كم تبغاهم يوصلونا؟ 100,000. Let's go. نقدر نقدر. واذا تبغوا دي البلوزة راسلونا في حساباتنا في سناب شات وقولوا ابغى البلوزة. و ساوند ريبورترز كانوا هنا و سلام وعبد العزيز فلس. ايش في ايش في نزل شوت نزل عبد الله.